إذا قيل لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم جحر الضب في متابعة هذه الأمة في أخلاقها وفي تصرفاتها؟ لماذا ذكر جحر الضب في متابعة هذه الأمة للكفار في أخلاقها وفي سلوكها وفي تصرفها؟ في حديث أبي سعيد في الصحيحين قال صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سننا. ويصح أن تنطق سنن، إن قلنا سنن يعني طريق واحد، سنن يعني طرق كثيرة. لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ لماذا ذكر جحر الضب؟ ذكر جحر الضب لأن جحره ملتوي في داخل الأرض، وهذا إن دل يدل على أن الكفار لو دخلوا جحوراً ملتوية لتبعتها هذه الأمة، مما يدل على انهماك هذه الأمة في متابعة اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار. وليس هذا إقراراً منه صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو تحذير منه صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأمة. ولن تتبع الأمة كلها اليهود والنصارى، لا، في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وذكرت هذا الحديث وهذه الفائدة حول جحر الضب لأننا الآن أصبحنا في تواصل مستمر وانفتاح عميق مع وسائل التواصل في رؤية ومشاهدة ما يفعله هؤلاء الكفار. فالحذر، الحذر.